استعرض رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل في الندوة الدولية حول التمييز في محاكم الاستئناف العليا تجربة دولة الكويت في المجال القضائي. وقال العجيل إن الندوة التي عقدت بمقر محكمة التمييز الجديد في العاصمة أنقرة تضمنت كلمات ومحاضرات حول المشكلات التي يواجهها القضاة في عملهم وطرق حلها، وشارك فيها وفود قضائية من مختلف دول العالم. وقدم خلال الندوة شرحا كاملا لنظام القضاء الكويتي وما وصل إليه من تطور من حيث القوانين والكوادر البشرية والمباني وتنوع المحاكم، وأكد حرص واهتمام القيادة السياسية الكويتية ممثلة في صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله بأركان الدولة بشكل عام ومرفق القضاء على وجه الخصوص.